بتبقى دايما بيروت كمان عاصمة الموضة بكل ستات المتألقات اللي دايما بحبوا يكونوا ماشيين على الموضة. أفكار جديدة دايما مع هادية خلال فقرة على الموضة بعالم الصباح. صباح الخير هادية. صباح الخير جوزيف، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما بتحضرونا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. اكيد كلياتكم صرتوا بتعرفوا شو هن الماست هاف لخريف شتاء 2017 2018، خاصه صار لنا فتره مطوله عم خبركم شو هن الماست هاف لهالموسم. بس لكن مع هالتغيير الطقس اللي عم يخلينا شوي نوعا ما نضيع، في كم اشياء لازم كل حدا منا يكون عنده اياها بالخزانة تبعيته ببداية الموسم، خاصة هن الطاغيين. ومثل ما هلا عودتكم صار لي فترة بعطيكم tips of the day، اليوم tip of the day هن شغلتين لازم كل حدا منا حتى يكون على اخر موضة يكون عنده اياها، فيها تكون قطعة تراديشنال يا اما فيها تكون كمان قطعة كتير فانكي. اول شيء هي القطعة من المخمل. المخمل هالسنه يمكن من القماشه الماست هاف لهالسنه، بترجعنا لفتره الثمانينات السبعينات والثمانينات لاقصى درجه، لكن هالسنه عم نشوفها عن عدد كثير كبير من المصممين كتوتال لوك. لما بنحكي توتال لوك يعني مثلا كفستان، كجمب سوت، يا اما كتوبس، كتنانير، كبنطلونات، وين ما كان عم نشوف الجاكيت كمان جاكيت المخمل، وين ما كان عم نشوف المخمل بعدة ألوان ما بتخلص أبدا. فيكم تتجرأوا لخريف شتاء 2017-2018 تعتمدوا جاكيت المخمل من الألوان القوية اللي هن الماست هاف يكون عنا ياهم، هن جاكيت الحمراء يا ما في يكون فستان أحمر، يعني المخمل الأحمر، المخمر اللي شوي مايل على نبيتي هالسنة كتير دارج، يا أما المخمل على اللون الأزرق الكحلي، يا أما اللون الأخضر. هدول الألوان ثلاث ألوان لازم تفكروا فيهم تعتمدوا عليهم وتفوكسوا عليهم بنفس الوقت. هلأ إذا ما رجع بالكم تفوتوا بالألوان القوية فيكم ضلكم مركزين على المخمل الأسود، وكمان إذا ما طلع عبالكم لا من هدول الأشياء المخمل السادة اللي هيك عنده إضاءة مميزة فيكم تعتمدوا المخمل المقلم اللي مزبوط برجعنا لفترة السبعينات، وكمان عدد كتير كبير من الماركات الصغيرة والكبيرة اللي معتمدينه هالسنة. هيدي بالنسبة للمخمل. الشغلة الثانية اللي كمان كل حدا لازم يكون عنده إياها بخزينته حتى فينا نلبسه بنهار بطل حكر لليل، وهو كل شيء ميتاليك. ميتاليك هالسنة كمان من إحدى القماشة اللي مزبوط كمان بترجعنا لفترة السبعينات، يعني فينا نقول إذا ما بدنا نقول ميتاليك فينا نقول اللوغاكس اللي كانت كتير دارجة بفترة السبعينات، لكن هلا موسم بعد موسم صار لفترة عم نشوفها من الشتوية للصيفية ومن الشتوية للصيفية، بس لكن هالسنة عم نشوف الميتاليك بنسبة كتير كبيرة ماس، عم نشوفها كمان على اعتماد التوتال لوك ميتاليك، يا اما كمان في بنعتمدوا على قطع صغيرة يا اما توب يا اما تنورة يا اما بنطلون يا اما كمان على الجاكيتات. هون بنختار اللي احنا طالع على بالنا القطع اللي طالع على بالنا نلبسها، وكمان فينا نلبسها الميتاليك من على بكره لعشيه، بس اكيد بدنا نعرف ننقي اي قطعه ميتاليك، لان في كمان قطع يلي عم تكون ميتاليك سيلفر او كتير مثل المرايه، هيدا بفضل نلبسه من عشيه. اما هلا بعد ما خبركم عن الماست هاف لهالموسم رح ننتقل لنشوف كمان الماركه الماست هاف يلي صار لها فتره هي الرائده بعالم الموضه، وهي ماست مثل ما عم بقول لكم بالبدايه، وهي فالنتينو. فالنتينو بعد ما تقاعد عين مصممين تين ليصمموا عنده، اصبحت الماركه حولوها الماركه من ماركه انه كلاسيكال لماركه فونكي، وكل حدا بده يكون عنده اياها، مش بس بالازياء من الاكسسوار كمان. فالنتينو هلا حاليا بعد ما فلت ماريا عند ديار اصبح المصمم بيدرو المصمم هو الوحيد عند فالنتينو، وكان البات هلا حيقدر يعمل ويشتغل لوحده
اثبت وجوده، كانوا كديو، كان كومبلمنتينج ايتش اذر، وحتى لما صار كل واحد لوحده كل واحد عمل الستايل والهويه تبعيته، لانه المصممين كثير قوية. لهالموسم منحس مثل العاده عند فالنتينو الاوثر التامه لاقصى درجه، واكيد كل قطعه مشغوله مثل قطعه الهوت كوتشير حتى بالبريتا بورتي. ننتقل ونشوف سوا مجموعه فالنتينو واكيد لخريف شتاء 2017-2018. Thank you.
فإذا منشوف سوا مجموعة فالنتينو وأكيد لخريف شتاء 2017-2018. مثل ما شايفين هالكولكشن عند فالنتينو مجموعة فرحة بالالوان الكتيرة، مثل ما كنت عم قلكن من شوية نفكر هالسنة بالجليتر بالميتاليك حتى من عبكرة، بس اكيد هون عم نشوف الموديلات، موديلات للسهرات الحلوة والمناسبات المميزة. مثل ما شايفين الديتيلز والتفاصيل الدقيقة على كل فستان عم بتشوفوه، هو هيدا الشغل الدقيق، مثل ما كنت عم قلكن شغل مثل الكوتور. وفالنتينو مؤخرا يعتبر من الماركات الرايده، وعطول كل فتره كل ايرا بعالم الموضه في ديزاينرز هن اللي بيكونوا ستارز. فالنتينو من احدى الستارز للفتره اللي نحن عايشين فيها حاليا، بالاضافه اكيد لعدد كثير كبير من غير ماركات وبتميزوا بالشغل كمان الدقيق، لانه مؤخرا قد ما صار في ماركات وانتم كلكم تعرفوا بعالم الموضه، من ماركات الصغيره ماركات الكبيره، صار بدنا كل ست منا تلبس قطعة مميزة. هلأ أكيد في عطول نتوجه نعمل ونوصي على قطع كوتور، بس لكن في نفس الوقت فينا ننقي القطع اللوكجوريوس اللي بتميزنا على من عن غيرنا بالشغل الدقيق. وفالنتينو من إحدى هالماركات يلي عم بتوجه لها الزبونة اللي بتكون مختلفة مميزة بالمناسبات الحلوة تبعيتها. الأساسية كل ست منا لازم يكون عندها إياه، وفيها تغير القطعة السوداء على عدة طرق. وهيك مع هالعرض المميز لفالنتينو نوصل لنهاية فقرة عالموضة. ننتقل عن جوزيف ليخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح. هادية تانكيو لك، نرجع منشوفك إن الله راد يوم الجمعة بحلقة جديدة. لكل المشاهدين احنا وياكم رح نروح عند شيف، شو هالأكل الطيب يا شيف؟ يعني عن جد ما قلكن إلا تدوقوا الكيترينج اللي بيعملها الشيف إذا كنتوا معزومين عشان مطرح، ودقتوا الأكل الطيب يلي بيعملوا على مد عينكم النظر مثل ما بيقولوا. بدي فوتك بالجينيس بوك. عجبك الكيترينج؟ عجبك الأكل اللي كنت عامله جوزيف؟ عجبني كتير، بس لك صدقا كلهم هو بيتحضروا بنفس النهار؟ كلهم بنفس النهار من الخدمة. ما بتحضر شيء قبل بيوم؟ لا. هلا طبعا جوزيف الاكيد اللي بده طبخ، يعني في عندك مثلا مثل في كذا نوع بدهم تحضير وبدهم تتبيل قبل بنهار، اكيد نحن بنتبلهم جوزيف قبل بيوم لنقدر نطبخهم ثاني يوم. طيب نحن امتين رح نعمل كيترينج بعالم الصباح؟ يلا بس بدك. انا جاهز. اللي ما عنده الشيف حسين طبعا يجيب الشيف حسين لعنده على البيت. يلا نحن وياكم ورشه ملح.